خشي. صباح الخير. صباح النور. حضرتك مدام إخلاص؟ لا مش أنا. أمال فين مدام إخلاص؟ موجودة دي واحدة. حضرتك يا فندم يعني لو سمحتي بدون تكليف، يعني حضرتك مدام إخلاص؟ ايوه. انا في حاجه. في الحقيقه احنا جايين نكلم حضرتك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ مش عارف انتوا مين الاول. ايوه ما انا هقول لحضرتك اهو، بس يعني عايزين نتكلم على انفراد. اتفضل. خشي خشي. اقدر اعرف بقى مين حضرتك؟ انا مش مهم خالص يا مدام، المهم ان انا اعرف حضرتك بالست الغلبانة دي. المدام اسمها ازهار، مرات صلاح بيه جوزك. مرات صلاح؟ عدم المؤاخذة هو خبر بارد شوية، انما انا قلت ابدا مش ممكن اسيبه، لازم اوعي الناس اللي هو بيضحك عليهم. مش كفاية ضحك على الست الغلبانة دي، اسيبه كمان يضحك على بنات الناس الكمز؟ طب قادر تاني؟ عدم المؤاخذة احنا مش ضيوف يا مدام، احنا جايين نتكلم في موضوع مهم ونمشي. هو متجوزك من امتى؟ من زمان قبل ما يدخل السجن اخر مرة. ياه، يظهر ان حضرتك ما عندكيش فكرة عن صلاح بيه خالص. لازم غشها زي ما غشني، كتب كتابه عليا واتجوزنا في شقة مفروشة، وبعد ما خد اللي ورايا واللي قدامي فص ملح وداب. يمكن قصدكوا على حد تاني. يا مدام احنا هنتوقع ما بالصلح، دي عشرة عمر مش كده ولا ايه؟ وديني قدامك متعلقة، لا انا عازبة ولا متجوزة، سابتي ولا على بالي. طب ما حاولتيش تتصل بيه ليه؟ تتصل بمين يا مدام؟ صلاح بيه ده زي الزئبق، تعلم محدش يقدر يمسكه حتى لو كان جوه الجحر بتاعه. يلا بينا يا مغلوان، الست هاني باين عليها مش مصدقاني. حقها أزهار، حقها تتشكك، ناس لا هي تعرفهم ولا هم يعرفوها وجايين يقولوا كلام جامد قوي في حق صلاح بيه، لازم تتشكك. وعشان نقضي على الشك ده تقومي تطلعي المستندات اللي معاكي. يا مدام ادي قسمت الجواز، وادي عقد ايجار الشقه المفروشه، وادي عقد ايجار الشقه المفروشه، وادي قايمه العفش. انا شاهد يا فندم. استغرب يا مدام، حكم صلاح بيه ده يبان ان هو طيب وعلى نياته، انما هو العبان كبير، يدخل على الناس بالضحكه الحلوه والكلام اللي مدهون عسل، وهوب يضرب ضربته ويطلع بالغالي والتقيل وفص ملح وداب. في كل بلد له اسم غير الاسم، من اسكندريه لبني سويف. وكمان فاتح مكتب استيراد وتصدير، والمكتب ده ميس ميس، كم موظف على كم سكرتيرة عشان يكمل بقية النصبة. خلي بالك منه يا مدام، اوعي تسلميه فلوسك في ايديه، حاكم النوع ده اول ما يتمكن يغدر. يا أزهار، الرجالة يا اما يتجوزوا يا اما يطلقوا، الدور والباقي عليا يا مدام. واكل مني 10,000 جنيه اطالبه بيهم يعمل لي ودن من طين ودن من عجين، وانا ممكن اعمل له فضائح كتيره قوي وكبيره قوي، وخصوصا انه مناسب ناس ذو حيثيه زي حضرتك. انما هانم انا ابن ناس، مش ممكن اعمل فضائح في العائلات المحترمه. انا متشكره قوي يا استاذ. محسوبك الاستاذ مغلواني. احنا جينا نقول لحضرتك علشان تاخدي احتياطاتك في الموضوع، وكمان تتصرفي لنا في الكام الف دول، حكي بالمسألة مزنقة أو معايا اليومين دول. الحقيقة أنا ظروفي مش مناسبة، ما هتكمش على المبلغ زي ده دلوقتي. أنا مفيش فرق يا هانم، مفيش فرق ولا يهمك، أنا معاك. استنى يوم اتنين جمعة، بس مش أكتر من جمعة، أصل أنا إن شاء الله مسافر بلاد برة.
انا تحت امرك، بس ارجوك مفيش داعي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده. ودي تيجي يا مدام، احنا جينا بس نقول لحضرتك عشان تاخدي احتياطاتك. اما بالنسبه للست الغلبانه دي، هي كل اللي محتاجاه قرشين بس تمشي بيهم حالها على ما ربنا يفرجها. وبلاش صلاح بيه يا مدام يعرف بالزياره دي، اصله بني ادم شراني ومؤذي، مش كده يا مغلواني؟ ايوه مدام ايوه، احنا ما دخلناش الا لما شفناه وهو خارج. اصل يا مدام صلاح بيه ده مش رد سجونه بس ولا نصبه بس، لا يا هانم ده مجنون. عشان الفلوس ممكن يتجنن ويعمل لي عاهة، وانا مش ناقص، انا رس مالي شكلي يا مدام. انا متشكرة قوي كتر خيرك. طيب صح، نستأذن احنا بقى. احنا يا اختي ولايا زي بعض، اخلصي منه قبل ما يغدر بيكي زي ما عمل معايا. انا نصحتك وانت حرة، قلبي معاكي يا حبيبتي. ان شاء الله يوم الجمعة هتصل بحضرتك بالتليفون علشان تجهزي لي المبلغ. عن اذن حضرتك. اسكت يا عبيطه، دي اول كوبايه ميه من الحنفيه اللي فتحناها على الاخر. قصدك ان احنا هنزورها تاني؟ تاني وتالت ورابع، لغايه لما اخد حق كل يوم قضيته في السجن. وافرض قالت لصلاح؟ ما تقوله. اهم حاجه ان احنا اكتشفنا انها بتخاف من الفضيحه، حتى لو طلبت الطلاق من صلاح. ده كنز كنز واتفتح. يلا بينا يلا. بقول لك كان عندك ضيوف؟ دول قرايب ماما كانوا جايين يطمنوا علينا. طيب انا رايحه الشركه. مين دول يا اخلاص؟ وليه قلتي عليهم قرايب والدتك الله يرحمها؟ وانت مالك؟ مالك انت يا زينب؟ تاني صلاح يا بابا؟ ده انسان غير عادي، انا عمري ما شفت كده. عمل ايه بس؟ بعت له النهارده عقود العملاء بصفته مدير التسويق عشان يعتمدها قبل ما ندخلها الحسابات، رفض يعتمدها. الله، طب وعمل كده ليه؟ انا عارف بقى. طب حضرتك ليه ما بعتش جبته مكتبك وسالته؟ صحيح هو جوز اخت نادر، لكن هنا هو موظف في الشركه وبيقبض مرتب. نجوى، انا مش ممكن هقدر اتعامل مع اللي اسمه صلاح ده ابدا. ده انسان مناور وكلامه بيحمل 100 معنى. خلاص يا بابا، انا هعرف اتفاهم معاه ازاي. صدقني يا باشا ما ينفعش. حضرتك عارف الخشب الحبيبي شاحم السوق. حاضر يا باشا، تحت امرك. تحت امرك يا باشا، هعد عليك نشرب القهوه ونتفق. مع السلامه. واقفه بعيد ليه يا مدام نجوى؟ ما تتفضلي. اقدر اعرف مش عايز تعتمد العقود دي ليه؟ حق يا مدام، الاسعار اللي موجوده في العقود دي اقل بكتير من اسعار السوق، وانا مهمتي كمدير تسويق أراقب الأسعار. بس ده السعر اللي التجار اشتروا بيه ووردوا المبالغ دي للخزنة بتاعت الشركة. ومش جايز يا مدام، السعر اللي مكتوب في العقود حاجة واللي التجار اتفقوا عليه حاجة تانية. يعني زي ما تقولي كده ممكن يكون في فلوس براني. لا 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 لا، من فضلك كلمني بلغة أقدر أفهمها، بلاش لغة السوق بتاعتك دي. هو حضرتك مش فهماني؟ لا. طيب افهمك، حكيم انا مشكلتي ان ربنا خلقني عشان افهم الناس. العقود دي شيء والاتفاق شيء تاني، يعني الفرق دخل جيب اللي اتفق مع التجار. يعني مثلا هديكي مثلا، الاتفاق يبقى ب10 والعقد يتكتب ب7، اللي اتفق بقى ياخد قرشين
والتاجر بيمضي على كده لانه مستفيد، هو واللي اتفق معاه. قصدك ان في سرقه؟ كايس هنسرق نفسنا يا صلاح بيه؟ دي بقى انا بقى اللي مش فاهمها. دي بقى افهمها لك. اصل اتفق مع التجار دول نادر بنفسه. ده كلام تاني بقى. هتعتمد العقود؟ لا. هما ناوي على ايه؟ هيرجع كلنا لصاحب المال. طب ما احنا اصحاب المال. لا لا يا مدام نجوى عبد العظيم، صاحب المال عايش وحسه في الدنيا، احنا مجرد ناس غريب بيه مستأمنهم على فلوسه. وبعدين ما تخافيش، هو هيبص بصة كده في العقود ويقول كلمته، واللي يؤمر بيه انا تحت امره. ولا كلامي غلط؟ خليك برا الموضوع ده احسن. ده تهديد بقى يا مدام. لا 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 لا، بالعكس، ده انا قلبي عليك، عايزك توفر وقتك بعيد عن الشركه دي. انت مش قد اللي جاي يا صلاح، اسمع نصيحتي. كتر الف خيرك، بس يا خساره، انا مش هقدر اعمل بالنصيحه الغاليه بتاعتك دي لتلات اسباب. اولا حق مراتي، ثانيا انا هنا بامر صاحب المال ومقدرش اقوله عن اذنك، انا مش معاكم، ثالثا بقى وده الاهم، حضرتك قلتيلي انت مش قد اللي جاي، انا بقى ما تخافيش عليا وبقولك انا قد اللي جاي واللي فات كمان. اعتمد العقود يا صلاح. تحت امرك يا عمي. بس يعني. بس ايه؟ حضرتك يا عمي عودتني ان الكلام لما يبقى في الشغل والفلوس لازم نبعد العواطف. انت اصلك ايه؟ قصدي يعني لو الفلوس الفرق اللي ما بين الاتفاق مع التجار واللي مكتوب في العقود بيدخل جيب نادر كان يبقى مفيش مشكلة في بيتها يعني، انما للاسف بيدخل في حساب نجوى، وحضرتك عارف ان نادر بيثق جدا في نجوى لانها مراته وهي. انا فاهم قصدك الصراحه، نادر ما بيقدرش يرفض لها الطلب ابدا، وهي شخصيا بتلعب على الوتر الحساس ده، بتستغل عكسه، انما في الحقيقه انا محتاج له. طب وبعدين يا عمي، هنسكت على كده؟ قصدي حضرتك هتسكت على كده؟ لو استمر الوضع بالشكل ده الشركة هتدخل في خسارة. ما تخافش على الشركة يا صلاح، انا السوق علمني ازاي اعمل القرش وازاي احافظ عليه. احنا بنشتغل يا ابني في السوق القرش فيه هو كل حاجة، وللأسف القرش الداخلي كل اللي حواليا بيسهوني وعاوزين ياخدوا منه حاجة، عشان كده انا اتعلمت اسد الابقاء اللي حواليا. حضرتك ناوي تعمل ايه؟ انا ان شاء الله هكلم المحامي عشان يلغي التوكيل اللي انا عملته لنادر. بتهيألي مش كفاية. فعلا مش كفاية. حضرتك ناوي تعمل ترتيب مخصوص؟ ان شاء الله. تصبح على خير يا عمي. وانت من اهله. ايه يا خلاص، انت خافه النور كده ليه؟ لا سيبه، كفايه نور الاباجور. ايه في حاجه يا خلاص؟ أنا تعبان شوي. طيب براحتك. أنت كنت فين يا صلاح؟ احنا مش قلنا نبطل السؤال البايخ ده؟ معلش جاوب على السؤال البايخ المرة دي كمان. كنت في الشركة. أنت مش ملاحظ إنك بتروح الشركة اليومين دول كتير قوي؟ فيها إيه يعني؟ يعني سايب المكتب وسايب شغلك وقاعد هناك على طول. كل شغل يا حبيبتي المكتب ولا الشركة،
ده المكتب فيه ناس كتير، يعني لو حصل اي حاجه هيتصلوا بيا. انما انت اول مره تساليني عن شغلي في المكتب. عايزه اطمن على مستقبل. مستقبلك في المكتب؟ ربنا يخلي لك عم غريب تتمتع بعزه. عندك حق. بعدين قلت لي مستقبلك لا في المكتب ولا غيره، مستقبلك معايا انا جنبي يا حبيبتي، لما حبنا يبقى مضلل علينا كده. ايه مالك؟ مالك يا اخلاص، في ايه؟ كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني قوي. سك، ما حسساني ان انا رخم. لا انت مش رخم، انا اللي تعبان. يعني حاسه بايه؟ حاسه زي ما تكون حاجه طابقه على نفسي، حد خانقني. يكونش نجوى عملت حركه من حركاتها زعلتك؟ مرات اخويا ملهاش دعوه بحاجه، هي كل تفكيرها في الشركه زي حالتك كده بالظبط. مش ملاحظه ندم كتير قوي النهارده؟ معلش استحمل. طب تكونش حطت اسفين بينا؟ برضو اطمن. اطمن؟ خلاص انت متغيره من ناحيتي، في ايه؟ اتغير من ناحيتك ليه؟ وانت عملت حاجه لا سمح الله؟ انا الحمد لله ماشي جنب الحيط، وزي ما انت شايفه مربوط بساقيه، شغل ليل ونهار. الله يعينك قلبي. عندك احضر لك العشاء ولا نازل برضو؟ انا فعلا نازل، عازم بعض رجال الاعمال على العشاء عشان نخلص الشغل على رواقه. عموما انا مش هتاخر، يعني لو حبيتي تستنيني لما ارجع هحاول ان انا اجيبها. لا لا لا، انت خليك على راحتك وانا خليني على راحتي. انا نازل، مع السلامه. الله يسلمك. صباح النور. ازيك يا زينب يا بنتي؟ ازيك يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا، ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مين يا صالح؟ تعالي يا عديله، سيبي اللي في ايدك وتعالي. دي زينب جت يا حبيبتي يا بنتي. ازيك يا دون؟ تسلموا ويتعشي يا زينب. اتفضلي اتفضلي. الله، امال فين ولادك؟ راحوا يتفسحوا مع عمهم وانا قلت اجي اطل عليكم. فيك الخير يا زينب يا بنتي، طول عمرك سباقة. ما انت ما بتسألش عليا، قلت انا اسأل عليك. غصب عني يا بنتي. هو يا بنتي يقدر يخطي عندكم بعد اللي حصل من اللي اسمها نجوى دي؟ ليه يا طنط؟ ده برضو بيت عمي غريب. ما تزعليش من كلامي يا زينب يا بنتي، انا احب لما ادخل مكان ادخله بكرامتي، مش في حمى حد. احنا كلنا ولاد تسعة يا زينب، واللي اسمها نجوى دي فاكرة انها من طينة غير الطينة. معلش منها لله، ما بترتاحش لما تعمل خناقه، خناقه مع اي حد. انا لو احكي لكم على اللي بتعمله معايا تستغربوا. بتتعامل معايا طنط زي ما اكون شغال عندها. استغفر الله العظيم يا بنتي، ما تقوليش كده. قطع لسانها، ده انت ست البيت ده هو مفتوح الا بنفسك. ولا معاملتها لولادي؟ حتى الايتام يا كبدي مش عتقاهم. وانتي ساكته ليه يا زينب يا بنتي؟ هو انا قدها يا عم صالح. يعني ايه؟ عندها حق يا صالح، على الاقل زينب ما تعرفش شغل اللقم واللوع ده. زينب متربيه ومتربيه كويس، عمرها ما خرجت بره بيتها الا من بيت ابوها لبيت جوزها الله يرحمه. طب ما تكلمي جوزها يأدبها. نادر، هو نادر يقدر عليها؟ نادر بيكذب كل الناس ويصدقها هي. طب والدكتور ما يعرفش يكلمها ولا عيب؟ ده انت برضو مهما كنتي مرات الغالي الله يرحمه. الدكتور الله يكون في عونه مش فاضلنا، مشغول في مشاكله وفي شغله. انا لولا مرض عمي غريب وحاسه ان هو محتاج لي كنت سبت البيت ده من زمان. كلامك صح يا زينب، ذنبهم ايه الولاد دول انهم اتحرموا من ابوهم الله يرحمه؟ انت بتتعامل معاهم زي ما يكونوا ولاد الشغاله. إذا الواحد ما حطش جنبه على الحتة اللي تريحه يعيش طول عمره تعبان. يا بنتي انت ليكي في البيت ده أكتر من اللي ليها وزيادة. نجوى فاكرين إن أنا طمعانة في البيت وفي الفلوس، مع إن ربنا اللي يعلم. أنا مش عاوزة حاجة من الدنيا غير إن أنا أربي ولادي. هادي اللي زرعه غريب بيه،
عيلة مبنية على المصالح. اللي ليا مصلحة معاه يبقى أخويا وحبيبي، واللي ماليش مصلحة معاه يبقى عدوي وضدي. وهو عمي غريب يقدر على إيه دلوقتي يا عم صالح؟ غريب إيه يا بنتي، يقدر على حاجات كتير، وهو الوحيد اللي يقدر يوقف كل واحد عند حده. هو الوحيد اللي يقدر يكسر السنان اللي بقت أنياب والضوافر اللي بقت مخالب، لكن صحته مش مساعداه، علشان كده بيضرب الكل في بعضه وبيرضيك انت بكلمتين. عم صالح انت بقيت قاسي قوي على عمي غريب. القسوة في الحق مطلوبة يا بنتي. بأرملة ابنه اللي ساب تعليمه علشان يقف جنب ابوه في الشركة، واللي شال الشركة على اكتافه لحد ما وقع من طوله، بقى مراته تتعامل في البيت على انها يو. مش كده يا صالح. استغفر الله العظيم. انا اسف يا زينب يا بنتي، متزعليش مني، لكن الكلام ده كان كاتم على نفسي وكان نفسي اقوله من زمان. اسمعي يا زينب يا بنتي، لازم تعرفي انه بيتي مفتوح لك انت وولادك في اي وقت، وابوك الله يرحمه موصيني عليكي. واذا كانت اللي اسمها نجوى ديت فاكرة انها بتمسكك من ايدك اللي بتوجعك عشان ملكيش بيت، تبقى غلطانة. بيتك اهو يا زينب، واحنا اهلك. دمعتك يا اختي على خدك، في ايه يا حبيبتي؟ مفيش يا زينب، لو كلمت بقى باهين نفسي بايديا كده برضو. يا خلاص ده انا اختك يا حبيبتي، ده انا سترك وغطاكي. اتجوزت نصاب يا زينب. انت بتقولي ايه؟ نصاب ومتجوز عليا كمان. صلاح متجوز عليكي ازاي؟ عارفة الاتنين اللي كانوا هنا وسألتيني عليهم وقلتهم ان دول قرايب ماما؟ دي مراته يا زينب، مراته دي مرات صلاح. هموني على كل حاجة، قالوا لي كل حاجة. انا قلبي كان حاسس. سهروا برا البيت، غيابوا عن المكتب كل يوم والتاني. تجوزني عشان فلوس يا زينب، لما بيحبنيش عشان فلوس العديري مع عبد الهادي. مش قادر اصدق. صلاح دخل السجن قبل كده؟ مش مرة ولا اتنين، ده نصاب محترف. انا مش عارف اعمل ايه. دبريني يا زينب اعمل ايه؟ التدابير لله يا اخلاص. ضحك عليا، خلاني عملت له توكيل. يا ريت على كده وبس كمان، ده انا كنت بطلب فلوس من بابا، وقلنا انا عايز اشتري حاجات ليا، وكان ياخد الفلوس يحطها في جيبه. يا زينب مش عارف اعمل ايه. ازاي تعملي عاملة زي دي يا اخلاص؟ عملت بقى، انا عملت وخلاص عملت. هو ده يا زينب، ما عملت مش وقت تأكيد بقى يا زينب. طب يا اختي اهدي. انتي عملتي وخلاص واللي كان كان، ناوية تعملي ايه؟ هطلب الطلاق، ولا انا عايش مع نصاب؟ والطلاق يعني اللي هيحل المشكلة؟ هينبنا منه جرستنا وفضيحتنا وسيرتنا تبقى على كل لسان، والناس هتشاور علينا يا اخلاص. بصوا ادي اللي اتجوزته يا اخلاص، بصوا ادي اللي نصب عليها واخد منها فلوسها. طب اعمل ايه؟ انتي بتحبيه يا اخلاص من غير لف ولا دوران، بتحبيه، ومهما قالوا لك عنه، مهما قالوا برضو بتحبيه، مش كده؟ ما يستاهلوش. اهدي يا اخلاص، مادام بتحبيه تقدري تبتدي معاه يا اختي من اول وجديد. دوري على الانسان الطيب اللي جواه، طلعي منه الطيبة اللي جواه يا اخلاص. ابتدي معاه من اول وجديد. هو بيشتغل في الشركة وبيقبض منها مرتب كويس. افرضي انتي قلتي له عايزة اتطلق وهو رفض الطلاق، محاكم وقواضي وسيرتنا تبقى على كل لسان. طب ليه؟ ما دام انتي بتحبيه تقدري تعملي منه انسان طيب. وياما ياما ناس يا اختي سيرتهم كانت وحشة وربنا هداهم. عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري يا اخلاص، ما تشمتيش يا اختي حد فينا، ما تخليش سيرتنا على كل لسان.
اقول لك ايه يا زينب؟ ما تقوليش حاجه، دوري على النور اللي جوه جوزك يا اخلاص قبل ما ينطفي. انا مش منبه عليك ما تجيش هنا. حصل، بس انا قلت بقى في عقلي بالي جايز تكون فوقت يا صلاح بيه، وكمان تكون رسالتي وصلت. رسالة ايه؟ الله، نحن نلف وندور على بعض ولا يا صلاح؟ الرسالة اللي سبتها لك مع المدام. مدام؟ مدام مين؟ مدام صلاح بيه. هي ما بلغتكش بالزيارة اللي انا عملتها للفيلة؟ رحت الاخلاص الفيلة؟ الله، غريبة قوي انها ما بلغتكش. ما بلغتكش بالحوار اللي دار بيني وبينها وبين أزهار. فاكر أزهار صلاح بيه؟ أصل أنا قلت في عقلي بالي لما روح لمدام إخلاص جايز ما تصدقنيش، قلت أخد معايا إثبات، وطبعا ما فيش أحسن من البيت أزهار. وطبعا طلبت منها فلوس. أعمل لك إيه؟ ما أنت رفضت تدفع. طلبت منها المدام كتر خيرها وعدتني بالدفع. بس اللي انا بستغرب له يا اخي انها ما بلغتكش بالموضوع ده. مغلواني. نعم يا سي صلاح. انت هتقوم تروح دلوقتي، ومش هتعتب هنا تاني ولا تخطي نواحي الفيلا، ولو حاولت مرة تانية تقرب مني او من بيتي انا هخرب بيتك، هأذيك. والظاهر انك انت اشتقت للسجن تاني، ولازم تكون عارف كويس قوي ان انا مش بتاع كلام. برا. حاضر يا صلاح بيه، انا خارج. بس اللي قبلنا قالوا الايام دول، يوم ليك ويوم عليك. برا. ما تعرفيش اخلاص قالت لي زينب ايه؟ ابدا يا ست هان، اصل لما الست اخلاص طلعت من الجنينه ودمعتها على خدها طلعت على اوضتها على طول، وست زينب طلعت وراها. انا بقى خفت اسيب المطبخ عشان الاكل كان على النار، انما الظهر يا ست هانم ان الست اخلاص وقع مع جوزها وقعه كبيره قوي. يمكن عشان كل يوم بيرجع لها وش الفجر. ما هو من يوم ما اتجوزه وهو على كده. لا يا هانم، دي الحكايه باين عليها اكبر من كده بكتير. هل يا خبر بفلوس؟ بكره يبقى ببلاش. سلم ايدك يا خلصتي انت وزينب. ان شاء الله تسلم. خلصت اكل يا صلاح؟ الحمد لله يا عمي. طب يلا يا ابن عشان نشرب القهوه في المكتب. يبقى تعالى يا نادر انت ورمزي عشان في موضوع مهم عاوزين نتكلم فيه. حاضر يا بابا. حاضر. يبقى تعالى يا اخلاص مع اخواتك، الموضوع يهمك برضه. حاضر يا بابا. اتفضل يا عمي. طبعا اذنكم انا بس هشوف بابا عايز ايه. الولاد كلوا يا مرفت؟ كلوا من زمان مع اولاد زينب. انا راح اقعد مع بابا واخواتي. هتموت وتعرف في ايه وهي مستعجله على ايه. بكره نادر يحكي لها كل اللي حصل وبالحرف. ربنا يهدي. يلا بينا. يلا اطلع العبوا فوق. يلا حبايب. محمد اطلع. طب يا حبيبي اطلعوا فوق. طب ما تعملوا كده عشان جدي ما يزعلش. حاضر. يلا حبيب ماما. انت كمان. ايوه انت اللي بتلم اللعب في البيت ده، وانا اقول يا رب اللعب بتروح فين. خلي بالك منهم يا محمد. حاضر يا ماما. تشربي قهوه يا نجوى؟ شكرا. طول النهار في الشركة قهوة وشاي قهوة وشاي. الله يكون في العون. ميرسي. اجتماع غريب قوي فعلا ومفاجئ. ما انت عارفة عمي يا نجوى. بقى بس الغريبة ان صلاح مخرجش. يا سلام، وفيها ايه دي؟ يعني اصلا انا حسيت ان عمي عايز يقعد مع ولاده وبس. تشغليش بالك يا نجوى، مفيش حاجة في البيت ده هنا بتستخبى. على رأيك مفيش حاجة في البيت ده بتستخبى. كان نفسي ان رشاد الله يرحمه يبقى معانا، لكن الحمد لله. اللهم لا اعتراض. الله يرحمه.
شوف يا أولاد، أعز حاجة عند الإنسان هم أولاده، يعني أنتوا بالنسبة لي أهم من الثروة، وأنا والحمد لله ربنا رزقني بالمال والبنون، ونفسي قبل ما أسيب الدنيا دي أشوف المال اللي تعبت على ما كونته يقربكم من بعض مش يفرقكم عن بعض. أنا ملاحظ إن المال ابتدى يلعب لعبته معاكم، المال ساعات يبقى مرض يمشي في الدم لحد ما يخش في القلب، والمال لما يخش القلب يطرد الحب والرحمة، يعني ممكن الأخ يخسر أخوه بسبب المال. معقول يا بابا؟ ومش معقول ليه يا نادر؟ تقدر تنكر إن المرض ده وصل ليك؟ أنا؟ تقدر تنكر إنك ابتديت تنسى إن أنا لسه عايش وإن ليك إخوات لهم حق زي ما لك حق بالظبط؟ اسمح لي يا بابا، كلامك ده هو اللي سمحت يا نادر، خلي بابا يكمل كلامه. حاضر يا دكتور. ما حدش غريب قاعد بيننا يا نادر، ولما بقاش في صراحه بين الاهل هيبقى في صراحه بين مين؟ انت بتتصرف باعتبارك المالك الوحيد لكل شيء، صح ولا لا؟ بابا ما تنساش حضرتك ان الشغل كله فوق كتاف انا. اذا كنت تعبان من الشغل يا نادر ممكن نعين لك مساعد، وكون انك شايل الشركه على كتافك انا برضو كنت شايل الشركه وانت كنت لسه في اللفه. الله يرحم رشاد عمره ما اشتكى وانت داير من السينما للنادي. الله يرحمه رشاد عمره ما قال انا الكل في الكل. قصدك ايه يا اخلاص؟ اللي على راسه بقطع حد كلمك اصلا. خلاص يا اخلاص لو سمحتي. اتفضل حضرتك يا بابا كريم. الشكل اللي انتوا بتتعاملوا بيه مع بعض ده بقول لكم ان اول ما هقابل رب كريم انتوا هتولعوا بعض وكل واحد فيكم هيقف للتاني، ويبقى اللي جمعته عشان اضمن لكم بيه مستقبلكم هو السبب اللي هيفرقكم عن بعض. حضرتك شايف ايه يا بابا؟ شايف اني اعمل اللي قدرنا عليه ربنا. اول حاجة يا نادر بكرة هيوصل لك اعلان بالغاء التوكيل اللي معاك. الغاء التوكيل؟ ليه يا بابا؟ لان التوكيل ده ممكن يغريك عشان تتصرف غلط وتخسر اختك مثلا واخوك ومرات المرحوم. انا؟ النفس أمارة بالسوء يا ابني، اوعى تفتكر ان انا بعمل كده عشان انا ما بحبكش، بالعكس انا بساعدك على نفسك. مش عاوز مثلا رمزي يجي في وقت من الاوقات ويقول لي اشمعنى انا ما تعمليش توكيل ولا اخلاص مثلا ولا جزء. دخلي يا عمي انا يعني انا خليني اكمل كلامك. صراحة قلت يا نادر اقول ايه يا بابا بقى؟ حضرتك بتقول الاعلان هيوصلني بكره، يعني الموضوع خلاص انتهى. بكره هتفهم ان اللي عملته ده في صالحك. نيجي بقى للمهم، انا اتفقت مع المحامي علشان يعمل شركه تضمكم كلكم وانا معاكم، كل واحد بنصيبه في شرع الله. شركه انا ونادر ورمزي واخلاص وزينب، ولما ابقى قابل رب كريم تبقوا توزعوا نصيبي عليكم. في الحقيقه عمي ده عين العقل، بالاسلوب ده الامور هتبقى واضحه وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. من فضلك يا استاذ صلاح خليك في نفسك. لكن عمي يهمه يسمع رايي، ولا ما كانش خلاني احضر اجتماعكم. اسمح لي يا بابا، الاسلوب اللي حضرتك عايز تمشي بيه الشركه ده هو اللي هيسبب المشاكل، كل واحد يتدخل في الشغل شويه. ما حدش له عندك حاجه يا نادر، انت هيبقى لك حق الاداره لوحدك، وكل المطلوب منك انك تقدم كشف حساب في اخر السنه وتوزع عليهم الارباح. وعشان اوفر عليك المناقشه انا اخدت قرار نهائي، والمحامي بيشتغل في مشروع الشركه. ودلوقتي بقى يا اولاد سيبوني مع نادر شويه،
أهل زمان يا ابني قالوا حكمة عشت طول عمري أعمل بيها، حكمة تخليك تحافظ على وضعك مع مراتك ووضعك مع أخواتك. الحكمة دي بتقول إيه؟ بتقول الولد مولود، يعني لو راح الولد ممكن يتولد غيره، والزوج موجود، يعني إن راحت الزوجة ولا الزوج غيرهم موجودين، لكن الأخ مفقود. يعني إيه؟ الراح ما يرجعش تاني، ولا تقدرش تعمل أخ غيره. صح ولا لا؟ صح يا بابا. يا نجوى عملت حاجة غلط يا بابا. أنت اللي بتعمل الغلط يا نادي، وانا بقولك الكلام ده طبعا عشان ما فيش حد غيري ممكن يقولهولك وحتسمعه مني من غير حساسية. انت يا ابني ميال لمراتك على حساب اخواتك. انا يا بابا خليني اكمل كلامي يا ابني. انت جايز دلوقتي يا ابني فرحان برضا مراتك عليك عشان يعني ميلك ناحيتها، لكن هتدفع ثمن الرضا ده غالي، لأن اللي بتعمله ده هيخلي مراتك يجي عليها يوم وتقول لك أنا يا هما، وطبعا هتختارها هي. إنما لو كنت ماسك العصاية من النص، لا ميال هنا ولا ميال هناك، هتعيش مرتاح. مراتك تحبك وتحب إخواتك كمان، وإخواتك هيفضلوا يحبوك ويحبوا مراتك. انت يا نادر يا ابني كاتب كل قرش تحتكم عليه باسم مراتك، وده اكبر غلط، لان الامور كده هتخرج من ايدك واحده واحده. وجايز مراتك طبعا لما تحس بقوتها من ناحيه الفلوس تقول لك كلمه كده ولا كده، تزعلك تضغط عليك من الناحيه دي. انا يا بابا حضرتك يا بابا مش الاوضاع دي لازم تتغير يا نادر، ودلوقتي قبل ما يضيع أولها. حاضر حاضر. نيجي بقى لموضوع الخلفة تاني تاني يا بابا. الكلام اللي هقوله دلوقتي مش هعيده تاني. انت يا ابني في يوم من الأيام هيبقى لك ثروة كبيرة، ومن حقك يبقى لك اللي يورثك. أنا عارف إنك خايف لا يطلع العيب عندك. وماله يا نادر؟ ده رزق ونصيب من عند ربنا زيه زي المال تمام. بس هتعرف انك هتعيش من غير وريث وتعمل حسابك على كده. وان طلع العيب عندها هي يبقى قدامك حل من ثلاثة، يا اما تعالجها ان كان في علاج، يا اما لو مفيش علاج بقى ترضى بالاسم والنصيب، يا اما تتجوز غيرها. عشان كده لازم تروح للدكتور على اساس الكشف ده تتصرف. انا لا يمكن اشوفك بتضر نفسك يا ابني بايدك، واسكت. وكل كلمه قلتها لك يا ابني فكرت فيها بدل المره 10 مرات، وكل كلمه سمعتها مني هي مصلحتك. انا مش فاهم قصدك ايه يا خلاص. انت فاهم قصدي كويس يا صلاح، عشان خاطري اول ما بابا يبتدي الشغل الجديد في الشركه ابتدي معاه، ابتدي بدايه جديده خالص. انا عمري ما هسيبك، انا هقف جنبك لغايه ما انسيك القديم كله. خلاص انت بتتكلمي كلام غريب قوي النهارده. ارجوك يا صلاح اقفل المكتب، بيعه، بس اهم حاجه تركز في الشغل مع بابا ارجوك. بيع المكتب ازاي؟ دي مصالح ناس يا حبيبتي.
مش جايز المكتب ده اذى، مش جايز هيخسرك حاجات كتير، هيخسرك الشركه ويخسرك مستقبلك ونفسك، ويمكن تخسرني انا كمان عشان خاطر يا صلاح. الشغل مع بابا ده نعمه وجات لك لغايه عندك، هديه من عند ربنا ما ترفضهاش، بدايه لشغل جديد يمكن ترضى فيه عن نفسك. طب قول التوكيل اللي انت عملته لي. توكيل ايه يا صلاح؟ يا صلاح انت جوزي، قبل التوكيل جوزي وبعد التوكيل جوزي، بضعفك وقوتك انت جوزي، بعيوبك وحسناتك انت جوزي. هو انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان انا عملت لك التوكيل ده عشان خايفه منك، عشان ضعيفه ومحتاجه لك؟ لا يا صلاح، انا عملت لك التوكيل عشان بحبك، عشان بثق فيك، عشان واثقه ومتاكده انك مش ممكن تخوني. يا صلاح انا مراتك، عارف يعني ايه مراتك؟ يعني فرشتك وغطاك، عمري ما هاذيك، اوزنها كويس. انت صاحب القرار، يا اما نفضل مع بعض يا اما كل واحد مننا يروح لحاله.